بحسب وزارة المالية فإنه بدأ العمل فعليا بإعداد قانون الموازنة لعام 2023، ولكن وأيضا بحسب المالية النيابية قالت إنه خلال 60 يوم ستنجز الموازنة، لكن بحسب مختصين أن الموازنة لربما يحتاج لها وقت أكثر على اعتبار أنها لابد أن تمر بقوانين عدة، منها حسابات ختامية، كشف ذمم وغيرها. بماذا تعقب؟ كم من الوقت يحتاج حتى تكون جاهزة الموازنة لعام 2023؟ لا، أنا أعتقد حتى 60 يوم، أعتقد أنه هذا رقم يعني كبير. يعني أنا أعتقد أنه الموضوع جاهز، مشروع الموازنة هو ممكن أن يكون مشروع موازنة عام 22، لأنه وزارة المالية لن تستطيع أن تقدم موازنة تختلف عن موازنة البنود. يعني إحنا سنبقى في إطار موازنة البنود لعام 22 23 25، ربما بعد ذلك نفكر بموازنات جديدة اللي هي موازنات البرامج والأداء، وبالتالي هي كوبي بيس عن الموازنات السنوات السابقة، ربما تختلف في الأرقام. وتوقعاتي أنه هذه الموازنة لعام 23 هي موازنة 22 اللي أكملت إعدادها الحكومة، حكومة تصريف الأعمال السابقة، فقط ربما تختلف الأرقام. وتوقعاتي أنها لن تزيد عن 140-145 تريليون دينار. فأنا أعتقد أن وزارة المالية ممكن أن تقدمها قبل هذا التاريخ إلى الحكومة، والحكومة تحتاج إلى أسبوع إلى 10 أيام ربما لمناقشتها وإقرارها، ثم بعد ذلك تذهب بالبرلمان. التأخير سيكون في البرلمان، يعني ربما تحتاج إلى 3 أشهر. وأنا أعتقد حتى في إذا أقرت في شهر آذار هو ضمن المعدل الطبيعي لإقرار الموازنات العراقية السابقة، لأنه كل الموازنات بدءا من عام 2010 إلى عام 21 كانت تقر الموازنات في منتصف أو نهاية شهر آذار، عدا موازنة عام 2017. فأنا أعتقد أنه ضمن المعدلات الطبيعية هذا الكلام.